الماتش على طول سريع سريع بعدها. واضح انك حتى وصلت ما عجبه انه يفوز على طول فقال اعطوني ماتش ثاني. ماتش بين جالكسيا او عبد الله الفضل واي اتش اللي هو عبد ابراهيم. ابراهيم شفنا مباراته كانت مباراه حلوه مره مع صالح الصالح اللي هو اس ام اس فاز بصعوبه لكنه كان محاول روزالينا والحين ماشي مع روزالينا. انا اعرف المين حق شيك لكن روزالينا نايس نايس باك اير خلاه يخبط الارض نعطاه دان سماش. مباراه بين اثنين بس طبعا معروف ان روزالينا مره خفيفه ممكن تذبحها بسرعه كبيره بالابي. حاول يبدا بالابي سريع بس ما قدر. اوكي هذه فرصه ابي لكن ما قدر بعيد اعطانا ويتر لير كويس اختياره. فورد سماش فورد سماش مره ثانيه سوي كذا حاط سد من الاب فورد سماش كثير مره انك تشوف فوق روزالينا. ماش روح ابي اكل جابه بالنومه. اقول لكم يا اخي نومه خش يصير زبد واحد. تحتاج الى ابي انت من لومه نايس نايس اختيار ممتاز فرصة باكر قرر الاير دوج واعطاه باك اير ممتاز حاول يقول الجب نايس دونير فرصة انه يذبح لكن فانش بس ابير نايس نايس ستيج سبايك كرة بينه وبين اللومة طبعا مثل ما روزالينا طارت يجي اللومة يفتح نايس رد ممتاز من السايدين دانكرو ضرب اللومة خيار حكيم جدا اب سماش اللومة ما قدر اللومة قاعد حاله لكن مو معتمدا باللومة نايس اب سماش اللومة صح عليك النايب يعطي باكير لكن ذاك مرة صحيلة خطير وكان تكون فوق خطير تكون فوق روزالينا لكن تصرف اختفى طلع من الهواء ممتاز سماش لكن خطير عشان ضرب اللومه عشان ما يضربه راح ينافس على اللومه صح عليك اللومه عشان روزالينا بدون اللومه تفقد نص قوات تقريبا اللي قطعه هو قاعد يخفي ينزل على الستيج واعطاه داون اير معلومه خلص الشوط حقه طلع من هذا واعطاه على سماش على طول بالانفستروسي اوه يبغى يعطيه ابي دايركت ما قدر هذا قراها وخر ابي حقت جالكسي او حقت متى نايت جدا جدا خطيره ما تقدر تنام عنها صح خيار خيار ممتاز سايد بي هذا فك الشيلد اعطاه اب سماش نايس 1-0 عبد الله الفضل الان بيسوون كونتر بيكينج واحد ايه وانت اختار اللي تبغى من الباقيات اوكي رحنا الى تاون سيتي لكن ابراهيم رجع للشيك داون ثرو كان يكملها في الدش داك لكن ما قدر. فوكينج عند متى نايت ممتاز نايت عبد الله فضل او جالكسيا عنده ال يضرب الوقت كلها سيف من بعيد فالفوكينج على الشيلد مره صعب انك تسوي له بانش
اشتاك ماش ما اقدر لو نقد وخر عنها اشتاك يا نير او نير الحين ابيض لا مجتمع ما اقدر اكمل نايس فوز ثرو الى البونتش يا مجتمع تقريبا بينهم ما في حد ثاني اي واحد منهم ممكن يعبي دمج بسرعه فرصة فورد سماش اب اير اب اب بي اوه اعطاه بالسورس بالسورس بالسويت سبوت كاتل اوتش على الجحيم قاعد يسحب شوي 77 77 اب اير لسه ما تنباح تونا دوت سي دي بعيدين عن ال 2% فالينج نوت نير ينزل على الطريق عليه بالنير ممتاز اعطاه فنش بالهاشتاج باونس فيش لكن ما كان باونس فيش ثاني نايس فيري نايس من ابراهيم مره مره ممتاز اي قدام عبد الله صراحه قدام مشوارنا اللي يعدل النتيجه سماش مره خطيره كارن رول نايس ابي نايس انا طبعا قاعد اسمع قبل في واحد يتكلم فانا كيف صحيت قاعد يحاول يعطيه ال 50 لكن مش ذاك الخطوه لان داون بي حقت داون بي السايد بي حقت شيك او القنبله نايس قدام اوبي نايس 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 فيري نايس قلبها عبد الله كم خسران لكن اوبي برا الستيج فيري نايس جيم هارد لك الابراهيم و فيري نايس من عبد الله